فما لا عنده تشيك كفي ار ولا عنده اصابات ولا عنده تبديل، دقيقه واحده بس اكو رميات وهذا فما محسوبه. فهذا على مود يعرف الجمهور ترى مو كله. ثانيا طلع كولينا رئيس اتحاد رئيس لجنه الحكام قال احنا حطينا هذا في الادوار الاولى عمود نطي رساله الى كل اللاعبين لا تضيع الوقت، ترى الوقت محسوب. بس انا اتوقع بالمراحل انا اتوقع هسه روح الدور ال 16 دور الثمانية ما راح تشوف هاي لا. راح اشوف خمس دقائق ست دقائق اربع دقائق بهذا الحدود باعتبار راح توصل الى 9 و 10 و مثل ما شفناها ارقام يعني قياسيه على شيء 14 رقم قياسي ما راح اقل شيء دقيق يعني اكو هدف اجى بالدقيقه 102 صح اي وهي بمباراه الاربعاء ما راح اعتقد. اما تقول لي على التقنيات اللي استخدموها لا ناجحه الخطه لا اكو حتى تعويض عن الوقت الاضافي ناجحه هذه الفكره ان يكون الوقت الاضافي محسوب. لا هم مو قلت لك اعطوا ايعاز او اعطوا رساله الى جميع المنتخبات لا ضيع وقت مثل ما احنا في سنه من السنين رفعنا شعار في ايدينا 60 دقيقه كاسيا ولبسناه لسنه. ليش احنا 60 دقيقه لعب فعلي ما على مستوى منتخبات اسيا في امم اسيا ما يصلون الى 60 دقيقه لعب فعلي. فشوف يعني 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 الوضع يعني يجوز احنا عندنا بدل العراق طيب ما يصل الى 40 تقنيات التقنيه اللي موجوده الان واستحدثوها في كاس العالم اللي هي التسلل الالي او الالكتروني مثل ما قال احمد هو نقاط متوزعه في جميع انحاء الجسم ما عدا اليد حد الكتف وهذا يعطيك لحظة لعب الكرة واللاعب المتسلل وشفناها في المباراة الأولى اللي كانت مع قطر حالة تسلل أي حكم ما يقدر حتى الفار حتى الفار ما يجيبها جابها كتف مستوى الكتف بالضبط ليش حتى تسلل الأرجنتين على مستوى الكتف هذا يعني صعبة جدا يعني صعب. نشرح طريقته لأن اكو هواية يقولون إنه هذا راح يجي إنسان آلي أو ريبورت أو هلا نشرح اول شيء اربع كاميرات في كل سايد سايد من اربعه واربعه من هنا يعني 12 في لا اربعه باربعه ثمانيه عندنا هاي تغطي لك الملعب بالكامل هذا تاخذ لك مثل الفوتو ياخذه سريع ويعطيه على نقاط الجسم مع الكره يعطيك انه متسلل تحليل حركه يعني فهذا صعب مكلف جدا ولكن احنا هسه نتمنى انه الفي ار يدخل لنا على الاقل يقلل الاخطاء الكبيره لا بس إضافة على هذه التقنيات خاف باكر الحكم من المدرج يحكم كل شيء صار كل شيء متطور الكاميرا تجيب لك اي شيء لا ما يوصلون هو بابا شوف حتى بوجود هاي التقنيات يبقى البشر او الحكم هو سيد القرار الى القرار طبعا بالضبط سيد الموقف بالضبط هي هذه يعني هذه التكنولوجيا